مولود العذراء عنده بداية مرحلة إيجابية، مرحلة مليانة بالأخبار الحلوة، بيدخل بمرحلة كاملة ومتكاملة ودعمة مع تواجد الكواكب بمواقع مناسبة، بالأخص وجود الشمس ببرج الجدي الترابي، يعني ببيت الأمنيات والطموحات، بيت الأحلام والنجاحات المختلفة والتجارب الجديدة الناجحة والخطط يلي بتوصلك للأهداف. ممكن أن يكون ربح مادي معنوي، انطلاقة سريعة وفعالة خاصة السبت والأحد مع وجود القمر ببرج الميزان بالبيت الثاني، رح تفرح بمكافأة أو مكاسب مالية، وبالتالي في دعم كبير من الشمس من برج الجدي، في باب جديد، عتبة جديدة، فرحة كبيرة، خاصة كمان التنين والثلاثة مع وجود القمر ببرج العقرب ببيت الذكاء والمهارة. هالقمر بيقدم لك دعم وكفاءات حتى تبادر بشغل جديد انت بتملك فكرة قوية وجسدية وعقلية مهمة، قادر انك تدافع عن حقك وتحصل على اللي بتريده بكل سهولة. احكي ناقش وما تقبل بشروط ما بتناسبك. بنقلب الامور ضدك مع انتقال القمر لبرج القوس الاربعاء والخميس، يومين صعبين من بيت الامور الشخصية، بتدخل بقلب العاطفة ايام تقيلة صعبة بتظهر خلالها مشاحنات تأخير او مواعيد سفر وامتحانات اكاديمية معقدة، الظروف متقلبة في حنين للعائلة او ازمة قانونية او خلاف مهني، رح تكتر المواجهات والمشاحنات والاستفزازات، لكن رح يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الجديد لبرج الجدي. نهار الجمعة بيعطيك طاقة كبيرة، ثقة بالنفس، قدرة على اقناع الاخرين بمعتقدات مهمة، بتنتقل من مرحلة التعب لمرحلة الجد والجهد، وبتحرص تطور بارز بحياتك المهنية والشخصية والعامة، وبحلفك الحظ وبتنفرج الهموم. كمان عاطفيا رح تعرف افراح حلوة، اجتماعيا وشخصيا سعادة، انفتاح، بينتعش قلبك بحياة بحب جديد رومانسي، انت انسان مليان بالسحر والنشاط وبتكون شغوف بالناس وبكل شخص بتتعرف عليه. كمان في كوكب الحب اللي بعده عم بيتنقل ببرج الدلو، بيغمرك بالوعود والافاق الجديدة وبيحمل لك السعادة والحب والغرام والتفاهم مع الشريك والولاد والعائلة كمان. اما العازب رح يعرف لقاءات استثنائية بتغمرك بالحماس وبتملي قلبك بالحب والشغف.